مأساة المشهد الإنساني في اليمن، هذا ما تناولته الندوة التي عقدتها منظمة الأقليات الأمريكية بالتضامن مع التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان في جنيف على هامش انعقاد أعمال مجلس حقوق الإنسان. واستنكرت منظمات المجتمع المدني الدولي صمت الجهات الإنسانية وتجاهلها لمعاناة عشرات الآلاف من النازحين في المناطق الملتهبة بالعنف بسبب انتهاكات ميليشيا الإنقلابيين. الرسالة التي أردنا أن نوصلها هنا في مجلس حقوق الإنسان وفي الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان أن ينبغي أن نصل إلى السلام العادل، وينبغي أن تكف هذه الميليشيات، ينبغي أن تزال آثار الانقلاب، ينبغي أن يتوقف الانقلاب وآثاره وتداعياته السيئة على اليمن، وأن نطوي هذه الصفحة وأن نمضي إلى السلام، السلام العادل، السلام الذي يعيد لليمنيين حقوقهم. في ظل كارثة نزوح إنسانية تعيشها الآلاف من الأسر اليمنية، فشلت المنظمات الإنسانية الدولية في السيطرة على كارثة النزوح بسبب الإعاقات الإنسانية التي تمارسها ميليشيا الإنقلابيين. هذا ما أكدته منظمات المجتمع المدني في جنيف التي امتدحت الدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن. هناك جهود كبيرة وحثيثة حقيقة لمركز الملك سلمان يقوم بها، حيث أن مركز الملك سلمان يغطي 80% مما يقدم للنازحين هو عبر الملك سلمان، جهود مشكورة، ونتمنى أن تتضاعف هذه الجهود لتغطي كافة احتياجات النازحين بشكل عام. مأساة النزوح الإنساني التي سببتها دائرة العنف المتواصلة ساهمت في اتساع خارطة النزوح الإنساني من العشرات إلى المئات إلى الألوف، ولم تتوقف موجة النزوح لعدم توقف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح على المدنيين في اليمن. منظمات المجتمع المدني اليمني ناشدت المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني بالاهتمام إلى الوضع المأساوي الإنساني في اليمن. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.